التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. شواطنا مستمر في هذا الصباح، شوط ينتهي وشوط يبدأ من الجديد ليحمل لنا هذه النجومية وهذه المنافسة الغوية. شوطنا الرابع الخاص بالجعدان مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول. هنا المهلهل لمطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيد على مقدمة الشوط، بينما النقلة هنا إلى وبران سعيد بن عبيد بن غلبان المزروعي، بينما الوضيحي سلالة الوضيحي يقدمها سيف بن محمد بن عفرة المنصوري، بينما في المركز الرابع ياتي متعب خليفة بن برمان بن محمد الشامسي. هكذا هي النتيجة، هكذا الأسماء، العودة إلى البداية، العودة إلى المركز الأول، إلى الصراع والمنافسة. المهلهل على البداية، المهلهل على المركز الأول، يلا يا المهلهل، هلهلهم يا المهلهل. مطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيد، ولكن بن عفرة، بن عفرة يقدم الوضيحي، سلالة الوضيحي، سلالة مقصص هنا مع المركز الثاني، يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار. المنافسات الأخيرة، الشوط ملتهب، الشوط ملتهب من المنافسة. الله 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 الله، المهلهل المهلهل، الوضيحي الوضيحي، يلا بن عفرة، اللقطة الثالثة، اللقطة الثالثة، المهلهل من الجانب الآخر، اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص، سلام 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 لأبناء بن عفرة، كافة على فوز الوضيحي باللقطة الثالثة والسوبر هاتريك. تهانينا والناموس لسيف بن محمد بن عفرة. المهلهل أتى في المركز الثاني، لا أيضا مطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيدة المركز الثالث، وبران سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء النتيجة لست أيضا الثلاث المراكز الأولى. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء لمالك الوضيحي سيف بن محمد بن عفرة المنصوري. التوقيت الزمني دقيقة وخمسة واربعين ثانية، هو التوقيت الذي يتدون تحت أقدام الوضيحي. تهانينا وناموس لسيف بن محمد بن عفرة، والتهنية لأنجال بن عفرة كافة على هذا الفوز والانتصار اللي حققنا هذه النجومية في هذا اليوم مع افتتاحية بوابة سن الفطامين. فتهانينا وناموس على هذا الفوز. هذا شوط الختام، وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام أشواط هذا اليوم، ويتفوق مشاهدينا الكرام بن عفرة بأيضا أغلب الأشواط، ثلاثة أشواط تتجه إلى عزبة سيف بن محمد بن عفرة، والتوقيت الأفضل الذي تسجل في هذا اليوم. الريام، الريام هي صاحبة مشاهدينا الكرام التوقيت الأفضل، صاحبة الشوط الأول الرئيسي. وتصلنا مشاهدينا الكرام معلومة من اللجان المنظمة معدلة للتوقيت الزمني، هو أيضا التوقيت دقيقة وثلاثة واربعين ثانية، هو التوقيت الذي تدون تحت أقدام الريام لسيف بن محمد بن عفرة المنصوري. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، شكرا لجميع لجان هنا في أرضية ميدان الدستور، شكرا لنادي دبي المنظم لهذه الرياضة والانطلاقات في أرضية هذا الميدان. هكذا نصل إلى الختام، شكرا للجان المنظمة، شكرا لفريق الفريق الإعلامي بالفعل، تقبل تحياتي وتحيات اللجنة، استودعكم الله التي لا تضيع ودائع، وإلى اللقاء.